للمرة الثالثة في أقل من سنتين بيتعرض محمد محمود لاعب الأهلي واحد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية لإصابة قوية هتبعده عن الملاعب لشهور جديدة. في مباراته الثانية بعد انتقاله للأهلي في صفقة ضخمة اتعرض محمد محمود لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة قدام سموحة في الدوري المصري، وبعد 9 شهور كاملين ابتعد فيهم عن الملاعب ووقت ما كان بيستعد للرجوع اتعرض لإصابة من نفس النوع خلال مشاركته في تدريبات الأهلي غاب بسببها سنة كاملة. بكل تحدي وإصرار كان محمد محمود بيستعد علشان يرجع للملاعب بعد غياب 9 شهور، لكنه كان على ميعاد مع صدمة من نوع جديد بعد تأكد إصابته بقطع في الغضروف، وهي الإصابة اللي احتاجت عملية جراحية هتبعده عن الملاعب حوالي 6 شهور. لكن الإصابة مهما بلغت خطورتها ومهما تكررت مش هتكون نهاية المشوار. نجوم كتير في تاريخ الكورة نجحوا في تحدي إصابات في منتهى الخطورة وهزموا مخاوف وتوقعات كتير من الناس بأن مشوارهم الكروي هينتهي بسبب الإصابات، أو على الأقل هيتأثر، وربما حياتهم الشخصية كمان خارج الملعب هتتأثر بالإصابات دي. الأسطورة البرازيلي رونالدو واحد من أشهر اللاعبين اللي تحدوا الإصابات في تاريخ الكورة بعد ما اتصاب مرتين بقطع في الرباط الصليبي خلال 144 يوم بس، وكانت الإصابة التانية تحديداً خطر على حركة رجله بشكل عام مش بس ممارسة الكورة. لكن رونالدو تحدى كلام الأطباء اللي كتير منهم نصحوا بالاعتزال بعد الإصابة التانية في مباراة انترناسيونالي قدام لاتسيو سنة 2000، وقال إنه ما كانش عنده ثقة في كلامهم، لكن كانت عنده ثقة في نفسه بس. رجع رونالدو بنفس القوة، رجع وبقى هداف كأس العالم 2002 وفاز ببالون دور كأفضل لاعب في العالم في نفس السنة قبل ما يتألق بشكل مبهر مع ريال مدريد ويلعب لميلان وكورينثيانز في مسيرته اللي استمرت 11 سنة بعد الإصابة. الموهوب الإسباني سانتي كازورلا اللي متع العالم بإبداعاته مع فياريال ومالاجا وأرسنال كان مشواره مع الكرة مهدد بعد إصابة في الكاحل سنة 2015 اتطورت علشان تهدد حركته بشكل عام، بعد ما صرح في حوار صحفي أن الطبيب المسؤول عن حالته قال أنه هيبقى إنسان محظوظ جدا لو قدر يتمشى مرة تانية بشكل طبيعي في جنينة بيته. بكل تحدي وإصرار رجع كاسورلا للملاعب بعد غياب 2، ومن بوابة فياريال اللي قدم موهبته للعالم أبدع من جديد وقدم موسمين مبهرين مع الفريق قبل ما ينتقل لنادي السد. في مصر قدم أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش حكاية تحدي مميزة بعد ما هجمت الإصابات انطلقته بعد احترافه في نادي فيورنتينا، وفي 2 ورا بعض اتعرض لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي. لكن النجم المصري ما خلاش الإصابات توقف طموحه وقدر يرجع للملاعب بشكل مميز في فترة إعارة مع بيروجيا. رجع منها المصري بتجربة مميزة جديدة مع الأهلي كانت بوابته لبريمير ليج لما تعاقد معاه ويست بروميتش وبقى واحد من أهم أعمدته الأساسية. نماذج كتير للاعبين انتصروا على الإصابات ورجعوا أقوى مما كانوا، منهم هنريك لارسون، جابريل سيسي، وآرون رامسي وغيرهم. قايمة بتستنى اسم محمد محمود اللي إصراره ورجولته قبل موهبته هينتصر بكل تأكيد على الإصابات.